سلام الله عليكم اخواتي واحبابي، فيديو جديد وماتش جديد للي هيحصل النهاردة يوم السبت الساعة 2:30. طبعا لقاء ما بين توتنهام هوتسبر وولفر هامبتون، ماتش في الدوري الانجليزي بريمير ليج. وده طبعا احنا زي ما متعودين معاكم ان احنا بنعمل ماتش توقع بالنسبة اللي ممكن يحصل النهاردة في الماتش ما بين الفريقين، ونتمنى ان احنا نكون متوقعنا او خمننا صح. ف طبعا احنا انتوا شايفين ان في هاري كين موجود معانا، بس عشان احنا لسه ما عملناش الانتقالات كلها زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان انا بعمل الانتقالات يدوي، فانتقالات كتيرة فمعلش اعذروني. بس يعني هاري كين مش هيعمل هو المشكلة، يعني انت كان هيبقى مكانه ريتشارلسون بس مش موجود معانا يعني، وهاري كين مش هو اللي هيعمل التغيير الجذري لفريق توتنهام يعني. بس فا دي بداية الماتش وهسيبكم مع الماتش تستمتعوا بيه. وطبعا بداية أول دقيقتين بفاول في شك لو لعب عنيف ما بين الفريقين. طبعا انت هتقولي انت ما بتلعبش تمام، لان في حد علق لي وقال لي انت بتبقى منحاز للفريق اللي انت بتلعب بيه، فعلشان كده انا بطلت اما اكون بعمل الماتش الافتراضي ما يكونش انا اللي بلعب، بسيبهم هم اللي يلعبوا بعض على اساس ان احنا نتوقع زي ايه تخمين كده. فكرة شفت فكرة اللي هو كأس العالم أو دوري أبطال أوروبا اللي هو القطة والفار، اللي هو القطة هتروح ناحية الفريدة تبقى الفريدة هو اللي هيكسب والكلام ده كله. وهنا طبعا في ضرب الجزاء، دي بداية الماتش كده بسم الله ببسومة بلمسة يد، فدي ضرب الجزاء واللي هيسجلها مين؟ نيتو ولا مين؟ كوني كوني ولا كونها كوني. طبعا دخل الجون واحتفلوا رجالة، بس انا شايف ان انتوا مش هتكملوا احتفال كتير يعني، لان توتنهام ممكن النهاردة تعمل معاكم الصح. يلا واسيبكم مع بقية الماتش، ولو في اي تعليق بالنسبة لأي حاجة انا زي ما قلت لكم انا اخوكم سواء الصغير او الكبير، يعني كل واحد حسب ما يشوفني او يعتبرني. وبقبل اي تعليق وبقبل اي انتقاد وبقبل اي اقتراح، فارجوكم ما تبخلوش عليا باي كلمة. وشكرا لكل واحد بيشوف الفيديو وبيدعمني باي كلمة او سواء ايجابية او سلبية، لان السلبية هتغير فيا لو انا في الحاجة اللي هو قالها دي بالظبط. شكرا لكم. كولوسيفسكي إلى كولوسيفسكي، هاري كين مرة أخرى، هاري كين، أوهو بلوك خيالي، ينطلق بالكرة في العمق لكن لم تستغل ولم تكتمل وانتهت الفرصة. عرف نادي توتنهام طعم بطولة الدوري الإنجليزي في حقبة ما قبل البريمير ليج عامي 51 و 61. الجماهير تحلم بأن تكرر تلك الإنجازات مرة أخرى، كانوا قريبين في 2016 من تحقيق اللقب، لكن ليستر حقق المفاجأة الكبرى ونجح في خطف اللقب.
سون هيونغ الآن مع هاري كين. هكذا يكون التدخل في المنطقة. بابلو سارابيا، بيدرو نيتو، توغل هجومي مع خيارات ممتازة، ننتظر استغلالها. هنا فائدة القوة البدنية لحماية الكرة. كريستيان روميرو، هويبرغ، انظر للقوة الكبيرة في الاحتفاظ بالكرة. هدوء كبير في الملعب وفي بناء الهجمة بالرغم من التأخر في النتيجة، لكن بتروح الكرة وتروح إمكانية بناء هجمة وتشكيل خطورة. بيسوما، هويبرغ، هاري كين، ممتاز في قراءة اللعب. هيونغ مين سون، ماديسون، مرة أخرى إلى سون، هاري كين، هاري كين، حارس المرمى يبعدها عن مرماه. وهنا طبعا بنشوف طبعا توتنهام ضاغط، وهنشوف اخر الضغط دوت هيكون ليه فايده وليه ايجابيه ولا بدون اي فايده وايجابيه. ودي هجمه دوز كولوسوفاكي اللي هو اللاعب الايسلندي، دخل جون كويس، تعادل. هل نكتفي بالتعادل توتنهام ولا ممكن نعمل حاجة تاني؟ طبعا في غيابات النهاردة كتير يعني، او هما لسه ما موضحوهاش هل هما مصابين او لا، فهنشوف النهاردة طبعا مع الماتش اللي هيتم. هدف تعديل الكفة، التعادل الايجابي 1-1. تظهر قوته في هذه اللحظة، الله على التحضير. أودوغي، ماديسون، ماديسون، أودوغي، ضربة مرمى بعد ما كانت فرصة كبيرة جدا للتسجيل وزيارة الشباك. إعادة لهدف التعادل في هذه اللحظات. التحرك الجيد يساعد في قطع الكرة. ماديسون، هيونغ مين سون. يأتي الشوط الأول من هذه المباراة هنا في ملعب توتنهام. مستوى جيد في شوط المباراة الأول، ستكون الجماهير سعيدة بهذا الأداء. تمكن من تسجيل هدف تعديل الكفة ورجع فريق المباراة بهذا الهدف، وأعتقد بأن هذا الهدف راح يعطيه ثقة كبيرة. يبدأ مشاهدينا شوط المباراة الثاني، التعادل هنا بين الفريقين مستمر في هذه المباراة. ضغط يتشكل ولكن بدون استعجال، ما في تسرع حتى الآن بالرغم من التعادل.
تستمر. انتهت الخطورة وينتهي التهديد. استرجاع جيد للكرة. عرضية تصل إلى الصندوق. راحت الكرة للأسف. ماديسون. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. واعتراض ناجح لهذه التمريرة. يقطع الطريق والكرة في مربع العمليات. هويبرغ. انطلاقة هجومية وضغط مستمر من توتنهام والكرة مع ماديسون. ماديسون هل هيعمل حاجة؟ كين يشوط رجله وادوجيا سون ادوجيا ها يلا بسومة ماديسون كولوزوفسكي. اوبا كولوزوفسكي عامل شغل عالي النهاردة. انا مش عارف هو مصاب ولا لا الصراحة، مش فاكر هما من ضمن الجماعة المصابين ولا لا، بس يعني هنشوف الفريق الذي لا يشجعه الا مدربه. كولوزوفسكي عامل شغل عالي وهنشوف ايه اللي هيتم النهاردة في الماتش. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. يتقدم بكل قوة في منطقة الخطورة. تغيير في الاستحواذ. نشاهد ضغط متقدم من الفريق الآن. نيلسون سميدو. ماتيوس كونيا. بابلو سرابيا. ارتماء جيدة هنا وتصدي ممتاز للكرة. لم تشكل أي تهديد يذكر. تغييرات للفريقين في نفس التوقيت. تلعب في داخل المنطقة. لكن الخطورة تنتهي. ضاعت الفرصة. والكرة تبعد هنا. الفريق الآخر يبعد الكرة. ماديسون. هجوم لمصلحة توتنهام. بيدرو بورو. ماديسون. يوكسون. هنا يظهر الحارس ويتصدى. ماتيوس كونيا. حكم يعطي الأفضلية هنا. داوسون. قد تكون الفرصة الأخيرة لتسجيل هدف التعادل. الدفاع يغلق الطريق ويمنع الكرة العرضية. ماريو لامينا. كرة عرضية هنا. ما زال يفكر، ما زال يبحث عن حل في هذه اللقطة. ضاعت الخطورة مع التصويبة بعيدة جدا عن المرمى. تغيير الآن من الطرفين. كل فريق يحاول ضخ دماء جديدة في المباراة. ست دقائق فقط على نهاية المباراة. بن ديفيس.
بطبيعة الحال شوف الفريق المتقدم يحاول قتل المباراة، بعض التمريرات أيضا في وسط ملعبه والتي تنال أيضا من عزيمة الفريق الآخر. هاري كين قوة بدنية رائعة في الاحتفاظ بالكرة، إبعاد للكرة من جانب الفريق الخصم. الحكم بيوقف المباراة، خطأ على توتنهام. خلاص الماتش في نهايته، النتيجة لا كنت لسه اقول احتمال ان ممكن تبقى 2-2، بس يعني خلاص كده النتيجة 2-1 وركنية اخيرة في المباراة لو ولفرهامبتون، في هنشوف ايه اللي هيتم فيها ويبقى كده بنهاية الماتش، واللي يتفرج على الماتش ويشوف ويشوف الفيديو يا ريت. يا لوريس كانت هتبقى التعادل في اخر دقيقة حاسمة، والحكم بس هو مش المفروض يسيب لهم الركنية، والحكم صفر بنهاية المباراة، وين طبعا نجم المباراة واللي مدخل جونين كوليزوفسكي. فهل بقى نشوف اللي هيتم النهاردة، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، واتمنى لكم كل خير، واشكر لكل واحد وصل لحد هنا وشكرا ليك.